السؤال الثالث عن النمل يا شيخ اللي بالبيت. طيب قتل النمل بالبيت، احنا عندنا نمل بيتنا والله نكره يا شيخ، احنا نربيها وشيء وبرضه مودينا. النمل اذا لم يندفع الا بإبادته تعمل له المبيد الذي يريحك من شره، واذا كان يندفع بغير ذلك تدفعه. نعم شيخ، يعني يدخل في ذلك الصراصير وغيرها من الحشرات؟ لا ما يدخل، لأن الصراصير مؤذية ومكروهة. ايه نعم احسن الله اليك يا شيخ.